حضرتك بتقول انك كنت في اكتر من نادي، بس انت قعدت في النادي الاهلي سنين طويله. تقدر تقول لنا مثلا اتعلمت ايه من النادي الاهلي، او ايه اكتر حاجه انت استفدت منها حسيت ان انا ابن النادي الاهلي اتعلمت منه ده؟ لا طبعا بصي، النادي الاهلي مختلف، يعني ما النادي الاهلي مختلف ما في كل حاجه. النادي الاهلي يعني جماهير بالملايين، كيان كبير، في اسس وفي مبادئ وفي دايما ناس ماسكه النادي، شخصيات محترمه، اهم حاجه بالنسبه لها الفرقه، اهم من نفسهم، اهم حاجه الكيان بتاع النادي، اهم حاجه جمهورهم، يدوروا على حقهم، مفيش خروج عن النص. كل دي حاجات اللي بتسند بعد كده الفنيات في الملعب. يعني في انديه تبص تلاقي مثلا عندها لعيبه كويسه وي وي كده، انما مثلا تلاقي حته الاداريه مثلا مش مظبوطه او كده فما يبانش، انما النادي الاهلي مؤسسه كبيره. هل كان في لحظه فارقه وانت في نادي الاهلي حسيت ان هي كانت لحظه فرقت معاك قوي وانت جوه النادي الاهلي؟ لا بصي، يعني مش وانا جوه النادي الاهلي، ولكن اللحظه اللي انا اتنقلت فيها ودخلت فيها النادي الاهلي هي دي اللي كانت لحظه فارقه. انا لعبت في انديه قبل كده، وكنت بلعب في النادي الاسماعيلي، ونادي الاسماعيلي نادي كبير وليه فضل عليا طبعا، لان هو اول نادي لعبت له بعد السكه الحديد، وحققت معاه بطوله دوري وبطوله كاس. ولكن لما جيت النادي الاهلي لقيت نفسي هلعب على كل ماتش ان انا هكسبه، وهلعب على كل بطوله ان انا هكسبها، الجمهور مستني مني كل حاجه كويسه، مفيش حاجه اسمها تشبع بطولات، لا لو شبعت بطولات او شبعت ماتشات اقعد في بيتكم، هنا لا كله في جديد والناس بتطلبك في كل حاجه، وجماهير بالملايين واقفه في ظهرك يعني ده نقول النادي الاهلي طبعًا. حياه طبعا، لا حياه، وجمهور النادي الاهلي حياه، لان انا بعتبر ان جمهور الاهلي يعني احياني، خصوصا ان السنه اللي انا كنت جاي فيها من قطر يمكن كانت اسوا سنه لعبتها كوره، ولكن بمجرد ما دخلت النادي من اول يوم وقفوا جنبي، وقفوا في ظهري، وامنوا بيا زي ما مانويل جوزيه، كنت اول تمرين زي ما والدك كمان كان امن بيك، زي ما والدي الله يرحمه امن بيا، وكان لازم التعب. وانا الحمد لله برضو تعبت واخلصت، والحمد لله ربنا اكرمني ان انا اكون سبب في وقت من الاوقات لسعاده الناس.